شوف كي دير، يليق تجيبه لي ولا يصرى لك كيما ليا كل ما يشبع ويجمع مال الدنيا ما يقنع. هيا طير وريني اش تعرف دير. ايه يا المطلب وغروا الشيطان وحسب روحه راكب الدنيا وغالب الفقر والزمان ونسى باللي النازل طالع والطالع نازل والدنيا هذه ميزان. وربي يسلكك. انا لي ما استاهل، انا قبل نبدلك بدينار. تبدلني بدينار؟ معليش
اللي بدلك بالفول بدلها بالكشور، ولا سيما دروك راك تاعي، ندير فيك شان بغي. راك تسمع، اقعد هنا، انا مانيش رايح منا حتى ندي صندوقي. وهاد الصندوق جايبو جايبو بانه لما يحلو الحكمه غادي تحكمهم. واش في حكمه؟ واش في حكمه؟ الجن. ما تخافش يا ول، الخوف غير من المولى. انا رياح أجي أجي. أقرت مولايا اليوم راح نلبسك مع بايا بايا. حياتي الله يحفظك. راني معاك وما تروح تلقاني. ايا ولي. شوقتوني بقصتكم، واش كاين تحت ستوركم. هاد الحكاية كلامها موزون وفي غاية للفهام، وبحساب القسمة بعنايتها للحكمة والعرفان. حكاية تنسي الهموم وتفاجي الكروب وتفوج على القلوب، وفي الحقيقة والكذوب فيها مثال من الخيال. ما طاحت لهم في البال حتى حضر سيدي مول الغربان صاحب فكرة الدجال، سيبو صندوق قدم في دوار البوق اللي يبيعوا فيه البنادم. حلال على فيه كلهم حيرة، شفت ضايح وصفات وعيوبهم الكثيرة. يا فهم صغال قوال.